كنتي مخطوفة، مين خطفك؟ كفارة، عبادة الشيطان. عبدة الشيطان. في مجموعة اسمها عبدة الشيطان خطفتك؟ ايه، كيف عرفتي انه هني عبدة الشيطان؟ خبروني، ولما كنت عم نزل عن ادهم انا كنت تحت التهديد. انا بحياتي ما حكي مع ادهم نابلسي. لحظة انجي خوري، انت ما بتعرفي ادهم نابلسي؟ لا، كل هالشي اللي كنا نشوفه على السوشيال ميديا كان مسرحيات؟ كان كذب؟ انا كنت مجبوره. كنتي مجبوره تكذبي وتقولي انك بتعرفي ادهم نابلسي وانك مش على كذب، علاقه انا معه؟ مخطوفه. مين اللي جبرك انجي؟ عباد الشيطان كفار. شو بدهم منك عبدي الشيطان؟ مؤامرة ضد أدهم نابلسي وضدي. ليه؟ بدهم ينزعوا له صيته، ليه؟ ليه برأيك؟ بدهم يؤذوه لأنه هو بربه. وهوليك كفار، هن مأذون. كفار لأنه اعتزل الفن واختار طريق يعني الدين والقرآن صح برأيك والالتزام الديني؟ صح وليه استخدموك إلك أنجي ليحاربوا فيك أدهم النابلسي؟ ليه مش حدا غيرك؟ ما بعرف هذا الشيء، ما بعرفه. طب من شوي أنجي قلتي لي إنه كنت مع رفقاتك وحطوا لك منوم، وهلأ عم بتقولي لي كنت مخطوفة، شو وين ال أنا سحكت مع رفقاتي، بس أنا رفقتي أنا خلص. أنا وقتها حكيت معي أول، خبرته للشاب اللي حكى معي، وقلت له انه انا رفيقتي انه جابت رفقاتها معه، انا ما بعرفهم. يعني استدرجتي اذا ما كنت بتعرفيهم لهدول الناس؟ لا، قد ايه خطفوك؟ قد ايه مده الخطف كانت؟ وشو عملوا فيك لما خطفوك؟ ما هني كثير متذكره، شربوني الشيء، انا فقدت عقلي، متذكره، ما بقى متذكره. بأي بلد انت اختطفتي انجي؟ تركيا. كم قد ايه مده الخطف؟ قد ايه خطفوك؟ أنا متذكرة بس كثير، أنا فقدت عقلاتي، وكان آخر شيء خدني على المستشفى. جا خيي من ألمانيا أخذني على المستشفى، ثلاث شهر بالمستشفى فقد عقلاتي، ما بتذكر شيء، وشربوني دواء وهيك، حتى أنا شفيت من مرض الباي بولر. يعني هلا ما باخذ دواء أنا. انت اليوم ما بتاخدي أدوية؟ لا، الحمد لله، هل حجابك عن قناعة أنجي؟ الحمد لله، أنا تحجبت لربي مش للعالم. ممكن حدا يفكر انه هيدا الحجاب هو مؤقت، هو ليثير البلبلة، هو ليثير التعاطف لتحكي العالم فيك. ما بيهمون العالم، طلعت لأحكي عن أدهم، وأنا ما بدي السوشيال ميديا، أنا كل هالشي ما بدي. كيف هلا عم بتقضي وقتك انجي؟ انت تقربتي من الدين، قريتي قرآن؟ كيف؟ خبرينا عن يومياتك اليوم. أنا صار لي بس شهر منيح، وأقل من شهر كمان. نعم، ولكن الحجاب هو مش فقط لباس على الرأس، هو سلوك ومبادئ وأخلاق. أنت قادرة تلتزمي بشروط الحجاب؟ شو يعني؟ خبريني هلأ كيف تعيشي يومياتك؟ أنا ما عم بطلع مطرح، لأنه الحمد لله بصلي وبقرأ قرآن. نعم، لما تصلي وتقري قرآن شو اللي بتشعري فيه أنجي؟ عارفة إنه أنا لما أنا بصلي كتير برتاح. حجابك هو حجاب يعني شرعي نوعا ما، هلا في طبعا التبرج هيدا أمر آخر، ولكن أنت لابسي زي شرعي، انت ممكن تلبسي زي يعني يرجع يبرز مفاتن جسمك، او هيدا هو الحجاب اللي انت اخترتيه؟ لا، انا هيك، انا مو يعني عباية وحشاب، عباية وهيدا الغطاء على الرأس. هيدي المقابلة الأخيرة لإلك أنجي خوري، ما بدك تطلي بقى على الإعلام أبدا ولا على السوشيال ميديا أبدا. أنا بس طلعت لوضح أنا أدهم نابلسي. طلعتي لتوضحي عن قصة أدهم نابلسي والكذب بهيدا الموضوع والافتراء على الفنان أدهم نابلسي. أنا تقربت من ربي الحمد لله،
وسمحت الكل، كل حدا أذاني سمحتهم، والسوشيال ميديا كلها ما بدي إياها وخلص. نحن منقول توبة نصوحة، هل أنت خلص تبتي ولا ما رح بقى نسمع إنه أنجي شلحت الحجاب أو عملت هيدي القصة لترجع تستعطف الناس أو تعمل بلبلة وجدل؟ لا الحمد لله ما بدي. أوكي، شكرا لك أنجي خوري، برجع بقول لك ألف مبروك حجابك، وبتمنى لك السلام والراحة من جوا ومن برا.